هنعمل سلسله فيديوهات الغرض منها هو نطق كل كلمه يبقى ازاي، ومعنى كل كلمه في كل برانش. الفكره هنحاول نسهل على الناس موضوع القاموس الطبي بقدر الامكان. كمان هيبقى الفكره دي انت هتقولها لكل زمايلك في السنين اللي جايه. كان زمان في اعدادي طب، الاعدادي ده هو الغرض منه هو التمهيد للطلبه. بنحاول بقدر الامكان نسهل عليكم وربنا معاكم.